اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اشرنا قبل الفاصل الى انه المباراه مباراه ناشئين، لكن بعد اللي حصل الاهلي قرر ايه؟ مبدئيا فيما يتعلق بواقعه المباراه كمباراه او كبطوله ومين اللي احق بيها؟ كابتن محمود الخطيب، وده العمل المؤسسي بقى المنضبط. طلب من اللجنه القانونيه في النادي دراسه الموقف كاملا وفقا للوائح المتاحه والخطابات المتبادله والمراسلات اللي من الاتحاد والنظام اللي صدرت به البطوله واعداد والقواعد السابقه كل الشكل القانوني الكامل. كلف الشؤون القانونيه في النادي تدرس الموقف عشان لما النادي ياخد موقف ياخده بناء على اسانيد قانونيه سليمه، مش كلام انطباعي لا مكايده ولا معايره ولا كلام فارغ، مع الاطمئنان من الناحيه الفنيه انك انت اصلا بطوله او فرقه 99 عندك 10 لعيبه معارين واثنين موافقين، يعني عندك 12 لاعب اساسي انت بتلعب من غيرهم وبتكسب، ومفيش لاعب من الدرجه الاولى لعب معانا اظن، وما نزلتش حد من الدرجه الاولى يلعب معاك. لكن بعد اللي حصل من الناحيه الفنيه او ناحيه البطوله خلاص الامر الشؤون القانونيه بتدرسه، هترفع تقريرها للجنه التخطيط في النادي، ولجنه التخطيط هتعرض الامر على الكابتن محمود الخطيب كمفوض من مجلس الاداره بالاشراف على الكره لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. والاتحاد الكره حدد 20 ابريل مباراه فاصله في السكه الحديد الاهلي والزمالك. اللي هيحصل بناء على الخطوات القانونيه اللي انا قلت لحضراتكم طيب. عليها. ممكن نقف هنا لحظه؟ اصل كل حاجه ليها علاقه بالثانيه. انت المفروض ان يوم 18 في مباراه بينك وبين الفريق الاول اللي نادي الزمالك. ايوه. هتلعب مباراه يوم 20 فاصله. في ظل هذه الاجواء الملتهبه الساخنه اللي مش عارفين لسه تداعياتها هتزيد، لان واضح ان في نيه للتصعيد. طيب. لسه مصر يوم 18 على التحكيم المصري في ظل هذه الاجواء؟ الغريب الاتحاد مصمم. ما هو ده يعني انا عايز اقول يعني الاتحاد انت والنادي اعلن موقفه وبعته له. يعني طيب انت مصمم هنا وبعدين هتلعب بعديها ماتش كل الانظار ايا كانت النتيجه، كسب الاهلي خسر الاهلي، كسب الزمالك خسر الزمالك، اتعادلوا، هيبتدوا يدوا اهميه مش مبرره لمباراه الناشئين. وممكن تشوف فيها حشد لنجوم كبار حط تحت دي ثلاث خطوط يعرفوا يغوصوا اكتر من امام، يعني المساله هتبقى متاخده في سكه. انا بس عايز حرصي على رساله الاتحاد ونجاح الاتحاد وعلى يعني ما اعلمه من قدرات احمد مجاهد واللجنه اللي معاه، ادرسوا الموضوع كويس. المساله مش عايزه تتاخد من مين يمشي كلمته، انت اللي هتمشي كلمتك في الاخر، خلي بالك، واللي مش هيسمعها عندك الاليه تقدر تعمل اللي انت عايزه. لكن هي مش كده. هي ما نقدرش حدثين سخنين في يومين ورا بعض 18 و20، لان الحدث الثاني ده هيبقى سخن برضه المواجهه دي. يا طب. طيب يعني و10 مايو ماتش العاوي ماتش الدور الثاني قالوا زي هيبقى عندك 20 يوم أوه. ماشي. هل الناس هتكون حصل ايه في ال 20 يوم دول؟ هيبقى في مؤجلات اتعملت وما احناش عارفين ترتيب الدوري ساعتها يعني هيمشي ازاي. انا رايي ان احنا كل الناس تقعد تعيد ترتيب الافكار والاوراق من جديد وتتخذ القرارات اللي في صالح الوطن في هذه المرحله. والله العظيم ثلاثه كره القدم ينبغي ان تكون اخر الهموم اللي تشغلنا. بلدنا محتاجه ان احنا ما نفتعلش هذه الازمات الغير مبرره، محتاجه للحمه داخليه كلنا ورا قيادتنا. احنا داخلين على تحديات يا جماعه، الله يكون في عون القياده بتاعتنا.